ومثل العلم لن تلقى خليلا، وأهل العلم نعم الأصفياء. المصنف رحمه الله تعالى حدثنا، آمين، حدثنا وكيع، حدثنا هشام بن عروة عن أبيه، عن عاصم بن عمر عن أبيه عمر يعني رضي الله عنه وارضاه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا أو ذهب النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. إذا جاء الليل منها هنا وذهب النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. إسناد صحيح على شرط الشيخين. وهذه فيها دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر ما جاء في القرآن أو وافق، لأن الله قال في الصوم قال: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض والخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، ثم أتموا الصيام إلى الليل. رضي الله عنك يا شيخ رضا. ففسرها النبي صلى الله عليه وسلم عندما غابت شمس وقام كان في سفرة، فقال الرجل قال: قم فاقدح، قم فاجدح لنا، قم فاجدح لنا. قال: يا رسول الله، لو نظر أحدنا تسمح لي خمس دقائق بس؟ شوف يقول لي خمس دقائق، أنا أسمع خمس دقائق، أنا بفهمك مخرج يا عم، هاتش يقدر يتكلم. قال فقال قال: قم فاجدح لنا. قال: لو صعدنا الجبل لراه أحدنا. رأى إيش؟ رأى الشمس. فقال النبي: قم فاجدح لنا، قم فاجدح لنا. إذا ذهب قال: إذا ذهب الليل من هنا وإذا أقبل الليل من هنا وذهب النار من هنا فقد أفطر الصائم. فجعل للفطر علامات: غروب الشمس مع إقبال الليل، غروب الشمس مع إقبال الليل علامة على الفطر. وقال المصنف: حدثنا وكيع قال: حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبي عن عمر رضي الله عنه وارضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يعود صدقته كمثل الذي يعود في قيئه. يقول: مثل الذي يعود في صدقته كمثل الذي يعود في قيئه. وهذا الحديث سنده حسن رجال الشيخين غير هشام بن سعد، فهو من رجال مسلم، والحديث حسن صحيح. مثل الذي يعود في صدقته كمثل الذي يعود في قيئه، وهذا مثل السوء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لنا مثل السوء، ليس لنا مثل السوء، الراجع في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في هبته أو في قيئه. وهذا دلالة على حرمة الرجوع في الهبة، والعلماء اتفقوا على حرمة الرجوع في الهبة، أو استغفر الله، اتفقوا على أن الهبة تملك بالقبض، والخلاف في ذلك ضعيف. اتفقوا على أن الهبة تملك بالقبض، فإذا قالوا: وترتب الأحكام بعد القبض، يعني لا يجوز له أن يعود فيها إن قبضها صاحبها، فإن لم يقبضها ما زالت في يده فله الرجوع، فله الرجوع. ولأنها إذا قبضت فلم تكن صدقته، خلاص انتهى، بقت ملك لمن استوهبها. لذلك قال: مثل الذي يعود في هبتك الذي يعود في قيئه. وهذه ليست من مكارم الأخلاق، وليست من الإحسان، لأن المرء إذا أعطى شيء يعني الأولى يعني النفس تزهد فيه بعد ذلك، لأنه لو استرده تكون فيها خسيسة له. وكما قلت، ليس من حسن الخلق أنه يهدي ثم يعود في هديته، هذه تورث أيضا فساد ذات البين وتورث العداوة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم نفر منها أيام التنفير، قال: ليس لنا مثل السوء، ليس لنا مثل السوء، ما مثل الذي يعود في صدقته كمثل الذي يعود في قيئه.
وقال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا وكيع عن سفيان عن ابي اسحاق عن عمرو بن ميمون عن عمر قال: كان اهل الجاهليه لا يفيدون من جمع حتى يقولوا اشرق اشرق ثبير كمان غير. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفهم، فكان يدفع من جمع مقدار صلاه المسفرين بصلاه الغداة قبل طلوع الشمس. والاسناد صحيح عشرة الشيخين سفيان والثوري وسمعه من ابي اسحاق قديم يعني قبل الاختلاط. وعمرو بن ميمون هو الاودي، وهذا حديث عظيم فيه مخالفه المشركين. كان النبي في الحج يخالف اهل الجاهليه لانهم كانوا يشركون بالله في الحج، حتى الطواف يطوفون يقولون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك الا شريكا تملكه وما ملك. كان النبي يقول قط قط. ولذلك بعث علي بن ابي طالب ثم بعث ابا هريره ينادي في الجموع ان لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريانا. نعم. فكانوا يقفون عند الجبل يقولون اشرق ثبير كيمان غير، يدفعون بعد الشروق. فكان النبي يقف عند المشعر الحرام بعد المجد المزدلفة يذكر الله إلى قبيل الشروق ويدفع إلى قبيل الشروق ثم يدفع. وقام صنف حدثنا وكيع حدثنا رباح ابن معروف ده المعروف عن ابن أبي مليكة سمع ابن عباس رضي الله عنه أرضاه يقول قال عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الميت لا يعذب ببكاء أهلي عليه. وعائشة أنكرت ذلك وقالت ولا تزل وزيرة نزل أخرى. وقلنا أن هذا صحيح والميت يعذب ببكاء أهلي بس بطريق بضابط. وش الضابط؟ وش الضابط؟ ها أهل العلم ما هو الضابط الذي نقول يعذب الميت ببكاء أهلي عليه؟ إن وصى بذلك أو أنه يعلم أنهم يفعلون ذلك ولم يتبرأ، كما قال موسى إني بريء من الحالقة والسارقة والشاقة لما سمع صوتا. قال إن الميت لو عذب ببكاء أهله عليه، وهذه العذاب ثابت ثابت على التقييد لا على الإطلاق، لأنه قال ببعض بكاء أهله عليه. الفوائد المستنبطة: الشرع جعل للفطر علامات وللصوم علامات، وهذه دلالة على سعة الشريعة لم تترك شريدة ولا إلا ورشاد ولا فادة إلا أتت به. شريعتنا تحث على مكارم الأخلاق، ليس لنا مثل السوء، من أهدى هدية فلا يرجع فيها، خسيسة هذه. إن الميت لو عذب ببعض بكاء أهلي عليه. البخاري قلنا نجعله مع المغني أولى بإذن الله تعالى، لا سيما نحن نصلي المغرب بعد ذلك نمشي على السفر ويبقى يكون معادنا مع الوقف إن شاء الله. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.